ما بين ملحمة قناة السويس الأولى والثانية، قصة شعب مصري عريق، وكأن التاريخ يعود من جديد ليكتب قصة بطولة وصمود وشرف. إنها العملاقة إيفر جيفن، واحدة من أكبر السفن في العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 24,200,000 طن، بينما يبلغ عرض قناة السويس 200 متر. وبعامل الرياح جنحت السفينة وانغرست في حافة القناة بعد أن فقدت التحكم في توجيهها، مما أدى إلى تعطيل الملاحة في قناة السويس، الأمر الذي لم يحدث إلا في الحرب. إنها كارثة حقيقية، ليس لمصر وحدها وحسب، بل للعالم أجمع. ترى أهي النهاية؟ هل ستقف مصر عاجزة أمام ضخامة هذا الحادث؟ لا، إنها إرادة المصريين تقهر الصعب والمستحيل. فبعد أن أعلن البعض أن حل هذه المشكلة سوف تمتد لأسابيع، إلا أن المصريين لا يعرفون المستحيل وقادرون على مواجهة الأزمات. فقد قامت هيئة قناة السويس بتعويم السفينة بإجراء عمليات تكريك حولها لإحاطتها بالمياه من كل الجوانب، ولتكون المهمة بعد ذلك سهلة وبسيطة، وهي مجرد قطر السفينة من الجانبين ومن الخلف لتعديل مسارها. كما قدمت هيئة قناة 8 قاطرات وجهوداً لا تحصى، وبذلك نجح أبناء مصر أبطال هيئة القناة في تعويم السفينة، الأمر الذي أدهش العالم.